الغضب في بعض الحالات يظهر ليضلل عن الشعور الحقيقي، يصبح عاطفة بديلة تتستر عن عاطفة أخرى كامنة. بمعنى نواجه موقف معين يثير في أعماقنا شعورا بالندم، لكننا نهرب من العاطفة الأساسية ونذهب للشعور بالغضب. تعرضت لموقف محرج، أخجل، لا أغضب. أخطأت بحق شخص أحبه، المفروض أن أشعر بالذنب لكن لا أغضب. يجرحني إنسان عزيز على قلبي، المفروض أن أحزن لكن لا أتجه للغضب. والشيء المشترك بين كل هذه الأمور الشعور بالألم، لأن الجسم يهرب من الألم فيذهب للغضب عشان ما يشعر بالألم، لأن الإنسان يعتقد أن الشعور بالغضب أفضل بكثير من الشعور بالألم. الشعور بالغضب يجعله يتوهم أنه قوي، بخلاف شعوره بالألم الذي يجعله يرى نفسه ضعيفاً. أيضاً لما نعاني من الألم نفكر فيه كثير، بينما لما نغضب نفكر بالذي سبب لنا الألم. الغضب في هذه الحالة يلهي الناس عن التعرف على مشاعرهم الحقيقية المؤلمة وكيفية التعامل معها. أحياناً يحاول الإنسان التعبير عن شعوره بالظلم أو الألم من خلال الغضب، ويكون هدفه من الغضب أنه يوصل للطرف الآخر قوة شعوره بالألم الذي بداخله أو شدة الظلم الذي اقترفه الآخر بحقه.